أبو فريد نصيحتي لك اترك هالشغلة، ما لك نصيب. شلون ما لي نصيب؟ شهر بيرجع الرجال. بتشارك إنه الطيارة اللي رح يرجع فيها رح يصل لها شي فوق مثلث برمودا بسببك؟ الله يرضى عليك يا رضا، لا تعمل مثل أبو سليم. ليش شو بيعمل أبو سليم؟ لأنه بيحكي بشغلات ما بيفهم فيها. إيه شو جاب مثلث برمودا على الأرجنتين؟ مثلث برمودا فوق. لا أخي إيه مو ضروري مثلث برمودا، مثلث تاني تحت. لا تفاول على الرجال، يروح ويرجع بالسلامة. إذا عم تستنى رجعته مشان يعطيك عنوان جلنار، إيه ما رح يرجع بالسلامة. رضا غير لي الحديث. جلنار مو موضوع الحديث. إذا بدك يانا نضل أصحاب لا تجيب سيرة منون. إيه شو عم نسبها نحنا؟ أنت بتحب نقعد نحكي عن مرتك شي؟ إيه بس جلنار مو مرتك. لو كانت مرتك ما كنا حكينا بالموضوع. رح تصير مرتي بنهاية المطاف، رح تصير مرتي. لا تكون واثق من نفسك كثير، بركي المخلوقة متجوزة، شلون بدها تصير مرتك؟ حتى لو كانت متجوزة ما بصير تقعد تحكي على نسوان العالم، إذا ما عندك غير الموضوع خليك ساكت. أخ والله لك وحشة يا أبو سليم، بس تكون موجود ما في داعي حدا يحكي منوب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين أبو عمر، تفضل عود. أنا مو جاي أعود. بس جاي طمنك انه ابوها ما قرف رابتي، كل شيء تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. مو معقول اللي عم يصير، مو معقول. شو جنيت انت ولي؟ شو عم تحكي؟ يا ماما هي فاق طلع ما لها علاقه بالموضوع، حرام البنت تدفع ثمن غلط غيرها. امها مستعده تعتذر منك شخصيا. صرنا مفركشين الخطبه مرتين، وهي الثالثة، إذا فركشناها هي المرة بطل. ها؟ عم قلك بطل. شو عم نلعب طلابة نحنا؟ كم مرة بدنا نرجع بكلمتنا؟ ثلاث مرات؟ عم قلك أمي إذا منفركشها هالمرة بطل بابا. ها؟ بكرة بتلاقي أحسن منا يا وليد. يا أمي اسمع مني، خلص انساها. شو بابا؟ أمك بدها مصلحتها. أنت تركني من ماما هلا، شو رأيك أنت؟ أنا بقول نفس الشيء. نكون بعلمكم ها؟ إذا بتضلوا مصرين على رأيكم ما رح حدا رح يورثكم، وتعتبروا إنه كان في عندكم ولد اسمه وليد. شو قصدك؟ شو قصدي؟ قصدي رح بتصيروا تتذكروني من صورتي المعلقة على الحيط وعلى زاوية خط أسود، ورح تقولوا يا ريت ها، يا ريت جوزنا لهيفاء، يا ريت. قوم سليم. لوين؟ روح احكي مع أبو قصي، بركي بتحل الموضوع أنت وياه. أوه علينا، بس يكون الشغلة فيها بهدلة بتحطوني ببوز المدفع. هلا بيقول لي بتشح. أنا حرمة، مو واردة أروح وجوزي موجود. ما فيها شي يا سعاد. لازم تروحي مع جوزك. انا ما بعرف بحكي، انت بتحكي وانا بقعد وبتسمع. وقت الشده بتدخل. وشلون بدك تتدخل؟ بضل قاعد من جهه الباب، اذا صار شيء مباشره بركض وبخبر الشرطه. لازم الواحد يحسبها احسن ما يستفردوا فيه. يخرب بيته يا سعى، ما عم يحكي معي بالشغل وعلى طول بيطلع فيني تطليعات خبيثه. شو الحكي؟ لا مستحيل. بنتنا ما لها لعبة بين ايدين حدا. انا شخصيا رحت لعندكم على البيت وترجيتكم، ولك شوي ثاني راح ابوس ايديكم تقلعوني من بيتكم تقليل. لو كنتوا محلنا كنتوا عملتوا نفس الشيء. لو استنيتوا كم يوم وبعدين اجيتوا ما كان صار اللي صار، كانت هديت اعصابنا. بكل الاحوال ما بصير تقلعوني حتى لو كان في دم بيناتنا. فريد خلينا نفكر بالموضوع. جيهان انت تسكتي، اذا في رجال عم يحكوا انت بتسكتي. انا مالي سليم الطشر. فريد انت ليش دائما متحطط علي؟ بعدين اذا كنت رجال استرجع احكي مع مرتي سعاد. لك سليم نحن مالنا مثلكم، نحن منترك البيت كله ولا منقلع ضيفنا. اذا ضيفكم عنده دم ما بيستنى لحتى تقلعوه. فكر يا شباك يا بنت. تعالوا يا شباك. هذا الموضوع ما بيسكت عنه نهائيا. اي موضوع؟ موضوع الزباله اللي عم يجيبها ابوكي. صرت قاتل خمس صواصير بالمطبخ. عم تمزح؟ لا ما عم بمزح، عم بحكي جد. منين اجوا؟ شو بعرفني؟ من العفش اللي عم يجيبه ابوكي. اذا تحت التخت بغرفه النوم حاطط لي كراتين. فالحاكي هو بيحبك كثير وبيحترمك.
بدي احكي معه، لازم احكي معه، هذا الموضوع ما بينسكت عنه، بس تعرفي شو يعني خايف يفهمني غلط او يزعل. منك ما بيزعل، لا تخاف. يا روحي لو عندنا مثلا سطح او ابو او بيت تاني، صدقيني بعطيه مفتاح وبقول له تفضل حط اللي بدك يا فيه، بس ما في هون محل ضيق. ابن عمي بلا مقدمات، انا موافقتك على اللي بدك اياه، شو ما كان رد فعل ابي. سياد هلا بدك تقومي ترقصي مثل تربار رح تنبسطي. ليش يا ابي شو في؟ جبت لك غراض اذا فزت الشال كلها ما بتلاقي بتون. شو هني؟ هدول اناني، اناني مثل مزهريات بنحطوا على الشبابيك. اي والله شوفي ما احلاها، وين كمان شوفي وين الثانية ما احلاها كمان. اي والله شو هالاناني حيامي؟ لك ما فيهم شيء، هي اذا عملتي لهم وشين جلي بيرجعوا كانه طالعين من المعمل. عمي بصراحة لا تزعل مني، هدول الاناني مو حلوين وبيهووا. بالعكس انت عم تحكي هيك لانه موسخين، بس ينحطوا على الشبابيك بيصيروا موضه مثل ما عم بقول لك. عمي ممكن نحكي كلمتين على انفراد؟ ايه طبعا تفضل. سهام تركينا لحالنا شوي. خير سهري؟ كانك متزوج من شيء. عمي انت يعني عندك شك انه انا بحبك؟ لا يا زهر لا، انا لو عندي شك ادراس الدبوس ما بقعد عندك ولا يوم واحد. معناتها مسيك. مشان ايش مسيك؟ بدي احكي معك كلمتين، يا بتوعدني انك ما تزعل، يا اما بتوعدني اذا زعلت بتلقني بهي لا تضربني غير فيها. شو هاي؟ الشحاطة بإيدك. لا يا صار لا، انت كبير القدر احكي، وعد شرف ومن هالشوارع، لو تذبحني من الوريد للوريد ما بزعل منك، انت غالي صهر. تسلم عمي، معناتها رح احكي بصراحة. شغلة جمع الاغراض يا عمي مو محمودة. ما فهمت. يعني والله ماني عارف انا شلون بدي احكي، بلا مؤاخذة يعني عندي بالشغل عم يحكوا عنك نكات. عندي انا؟ ايه انت عمي. ومنهم بيعرفوني لحتى يحكوا عني نكات؟ وانا بعدها شو عملت لحتى يحكوا عني نكات؟ منهم بيعرفوني اصلا؟ كل الادية صارت تعرفك، عم بيقولوا في واحد جاي من الشام عم يلقط اناني وكرتين، بصراحة كنت حاب اخذك عرفك على زملائي، استحيت. يا لطيف شو هالناس بتلت بتعجل، إيه شو عملت انا؟ عيب يعني اذا جمعت وعيب اذا واحد اشتغل اولاده؟ بس اولادك يا عمي مو محتاجين، الله عاطيهم وكافيهم. المشكله كيف بدي صور لك اياها؟ انت عم تاخذ هالكراتين والاناني من اليتامى والارامل، هدول الناس عايشين عليك، انت عم تحرمهم منها، هن بيلقطوها وبيبيعوها، انت عم تيجي تاخذها هيك ببساطه عم تحرمهم منها، حرام. حرام يا عمي، اتقي الله، اتقي الله يا رجل، ما بيصير. هدول عم يروحوا على الحاويات يلاقوها فاضيه، عم يسبوك. ايه عم يسبوك، انا سمعان سبتك باذني، عم يسبوك ويسبوا اللي جابك على اللاذقيه. انا يعني كتر خيرك يا صهري، والله يجزيك الخير. هاي اول مره واحد بينبهني على هالشغله ويفتح لي عيوني. يا لطيف قديش انا ازيد عالم من غير ما احس. بس انا على علمي انه سليم وعصام يعني لفتوا نظرك لهذا الموضوع. لك هدول ما كانوا عم نبهوني، هدول كانوا عم جاكروني هن ونسوانهم. بس هلا انا بوعدك وعد شرف انه ما بيصير الا الشيء اللي بيرضيك.